والله احنا محتاجين كلام شفافية. ده انا متضايق عشان هتقولوا شفافية، لكن خلينا نقول محتاجين اكثر وضوح. عندنا البرتغالي بيسيرو يعني شغال على تقرير، وبقت كلمة تقرير وبابارازي وتسريبات وحاجات ملمة يعني حوالين الكورة. انما نقول ان الراحلين على الاهلي في يناير ناس بتقول 7 وناس بتقول 6 او ناس بتقول نص دستة. عمرو جمال الغزال كتير المشاكل ودايما بيهتم بمظهره، ده كلام مين؟ مش كلام انا، ده كلام بسيرو. انطوي كسول، عبد الظاهر ملوش مكان، اما زكي فيحتاج خبرات وانا ما عنديش وقت، الشيخ ضعيف بدنيا. طب يا عم اي عكاوي في القهاوي؟ البرتغالي عملها وقدم تقرير حاله دمه خفيف، لكنه لو كان مظبوط ولو دي شواهد احترافيه تعظيم سلام مستر بيسيرو. ليه بقى؟ لان احنا محتاجين الكلام ده. لا يضير ابدا لاعب انه يتقال عليه كده، لكن هذا هو عين الاتهام لنظام كروي فاشل، مش في القلعه الحمراء سيادتك، لا في بر مصر اللي لازم يبقى فيه تدخل حكومي. سيدي دوله رئيس الوزراء او وزيرك واطلب نموذج. كل حلقه اقول لحضرتك لمشروع مترجم يتنفذ في البلد دي، حرام كفايه. عندنا كلام واضح، هناك بيقولوه كده، ولا محتاج تسريب ولا محتاج تشريب، الموضوع بيبقى اسهل بكتير. عشان لما حد يتكلم عن السلوك يقول له لا ده عن البدني. تخيلوا ان ميسي ومصر زي الارجنتين كل في مكانه، وميسي زي اي نجم سوبر عندنا يا اخي، خلينا نحلم. لكن اللي عايز اقوله لكم ان لما جالوا حضراتكم ها انيميا وهو لسه مش ميسي، كان هناك دكاتره وبتاع، لكن انت اكاديميات البحر مفتوحه على الغارب، ناس فاتحه بعد الظهر على الغارب، ناس بتمرن العيال على الغارب، حتى ممكن يبقى من هنا الراس غارب. خليها عليك شويه يا عمنا، وما تخافش على البلد دي، لانه في الاخر لازم في ضوابط حقيقيه بس بمشاركه الاعلام. يلا نشوف الزمالك كمان وهو يشترط مبلغ بيقولوا خيالي لرحيل مصطفى فتحي، حقه هو حر، لكن 3 مليون يورو حتى لو كتير لازم يبقى فيه كلام ابن عم حديد. مرتضى منصور قال حاجة مهمة قوي، يرحل يرحل لكن أنا طلباتي 1 2 3. عارفين دي الحكاية اللي لازم نحكي فيها واللي لازم كل حد يشتغل فيها بطريقة محمود وجهاد. يا معالي الوزير، بس فيما قبل شهرة مصطفى فتحي وهو غض صغير خرجه ببلاش بمئة ألف يورو ودي النادي 3 مليون. يا عم هذا هو الإنتاج، هذا هو ما نحلم به. لكن الزمالك داخل كمان على حسب صفقة الراحلين. يا عم أشرف أنت عم عادل متقلنا الراحلين دي تقيلة قوي، في لأنه طبعا عنده قائمة أفريقية. يوم الأحد في جلسة مع العالمي أحمد حسام ميدو اللي بنتمنى له أن يكون مهيأ هذه المرة لطفرة، حيث أنه مدير فني واعد جدا. الجلسة دي هتبقى موجودة بينه وبين مسؤوله الأبيض الزملكاوي وفي البيت الأبيض لتحديد القائمة الأفريقية وكمان احتياجاته في الانتقالات الشتوية. خليك خواجة، خليك جريء يا ميدو، انت وحازم ما ينفعش تتفرجوا، عايز فرود عايز اي حاجة خد اللي انت عايزه. يلا بينا، عندنا تقرير ولا عندنا ايه لغاية؟ طيب عندنا حاجة في الفاصل؟ طيب هنروح فاصل وارجع مع راجل بحترمه كثيرا، راجل نفسه يصلح بس بتفق معاه دايما على حاجة، ما ينفعش نقدم حد قربان عشان الإصلاح وبعد كده يمشي لوحده في الإشارة معلق غطا كازوز وشعره فيه طينة ويقول لك أنا ضد الشر في هذه المدينة. لازم كلكم توقفوا. وعلى ذكر حمدي أحمد في فيلم الأرض المليجي الله يرحمه قالها، عارفين ليه؟ عشان كنا رجالة وكنا إيد واحدة. فاصل يرجع معايا ومعاكم النبيل جدا ناصر عباس وكواليس التحكيم وجلسة جمال علام الراجل الطاهر الطيب، بس دي مش مواصفات كافية للاحتراف يا بتاع السياحة
لازم قبل ما تمشي تجيب لنا مشروع مترجم وتقول يا مصر جبتلك اللي أقدر عليه بعد الفاصل.